السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. كنا لاباس وفي رحمه ربي حتى سمعنا خبر مفاده ان رياض محرز سوف ينتقل لنادي باريس سان جيرمان حسب قناه الكاس القطريه، ونقلا عن كالتشيو ميركاتو، موقع كالتشيو ميركاتو. اداره نادي باريس سان جيرمان وناصر الخليفي تريد استخدام رياض محرز. حقيقة يعني تفاجئنا نوعا ما، لكن بالنسبة لنا يعني وبالنسبة لي أنا شخصيا، وإن شاء الله تكتبونا في التعليقات وتعطونا رأيكم. أنا بالنسبة لي انتقال رياض محرز إلى نادي باريس سان جيرمان هو تقدروا تقولوا نهاية مسيرة رياض محرز. صحيح انه نادي باريس سان جيرمان مدجج بالنجوم، لكن في نفس الوقت نادي باريس سان جيرمان نقدروا نعتبره او يمكن اعتباره انه هو مقبره النجوم. لافيتزي، اين هو لافيتزي؟ اين هو مستوى كافاني؟ كافاني ما دراك ما كافاني، لافيتزي راه في لاشين في الصين الى ما انهاش المسيره نتاعو الكرويه. ايضا العديد من الاسماء منها لاعب اللي كافاني مهاجم الأوروغواياني لاعب نادي نابولي السابق، ايضا المستوى تاعو ذبذب. اذا يعني انا رغم ان عندنا ما نشكوش امكانيات رياض محرز ليبقى نجم كبير، نجم عالمي. رياض محرز ليس فقط انه نجم لنادي مان سيتي او للدوري الانجليزي، لا بل بالعكس رياض محرز نجم كبير. ان شاء الله ما نتمنوش يكون الخبر صحيح، ان شاء الله مجرد صحافة ومجرد كلام صحافة فقط ومجرد كلام للاستهلاك فقط. نتمناو انه رياض محرز ولو انتقل، اذا انتقل صحيح يعني انتقل من نادي مان سيتي او المشكلة المالية اللي صرات ومشكل انه انزال فريق مان سيتي للدرجة الثانية او الدرجة الثالثة ورحيل نجوم مان سيتي، هذا امر وارد. نتمناو انه يروح النادي عنده تقاليد في الشامبيونز ليغ، نادي كبير. نادي باريس سان جيرمان ممكن الناس تقول نادي كبير، صحيح نادي كبير، لكن يعني انا بالنسبه لي الدوري الفرنسي اقل منافسه من الدوري الانجليزي والدوري الاسباني، يعني نوعا ما. وما ننساوش ايضا انه يعني النجوم اللي فاتوا في باريس سان جيرمان يعني ما بقاوش يعني نجوم كبار، يعني ما عدا نيمار مش يلعب ديما بليسي، يعني نجوم باريس سان جيرمان اخرتها شفت ان لافيتزي كي كان جابوا لافيتزي فلاشين وما كانش كافاني كيف. يعني نتمناو احنا، انا بالنسبه لي رايي، وراو شاركونا خوتي في رايكم، ولي علقونا وكتبوا علقوا واعطونا رايكم، هل انتقال محرز الى باريس سان جيرمان هو في صالح اللاعب ام لا؟ اعطونا رايكم. الحاجه الاولى، هذه الحاجه الثانيه، انه رياض محرز الحمد لله رياض محرز سلامات. رياض محرز سلامات، يعني ما كانش المرض كورونا، عفانا الله وعفاكم وكل المؤمنين وكل المسلمين من هذا المرض. مجرد انه يعني اجراء روتيني وتم يعني يعني كشف على رياض محرز وبقيه اللاعبين اللي يغادروا انجلترا. نعرف انه رياض محرز غادر انجلترا وراح لدبي، راح دبي لقضي العطلة نتاعو، خاصة بعد توقف الدوري الإنجليزي. إذا المصاب هو وقريب من عائلة ماندي لاعب مان سيتي، هذا اللي أصيب صح حقيقة بكورونا، لكن ماندي لحد الساعة ما كان ولا إصابة إيجابية يعني ولا نتيجة إيجابية. كل نتائج اللي حسب الصحافة الإنجليزية أنها أنه بنجامان ماندي سلبيه، ما عندوش مرض كورونا يعني، ورياض محرز والباقيه يعني سلامات. وحنا واش يهمنا اللاعب نتاعنا الدولي الجزائري اللي الحمد لله سلامات وانتقل الى دبي ليقضي ايام العطله هناك في اماره دبي. اذا الحمد لله سلامات لرياض محرز. اذا عاود نرجع ونقول الخبر الحصري اللي قالته قناة الكأس القطرية نقلا عن موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي أن رياض محرز سوف يمضي في نادي باريس سان جيرمان في الصيف القادم. هذا
راح يكون هو صفقة جديدة نادي باريس سان جيرمان كلاعب جديد، كصفقة جديدة. أنا رأيي الشخصي أتمنى أن تكون مجرد كلام صحافة، وأن يبقى رياض محرز في نادي مان سيتي أو نادي آخر يكون كبير، سواء في إنجلترا، في إسبانيا، في إيطاليا، يكون نادي اللي ينافس على الشامبيونز ليج وعنده تقاليد في الشامبيونز ليج. هذا مجرد رأي، نتمنى من خوتنا يشاركونا ويعطونا رأيهم. في الأخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.